السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابي طلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ درس جديد، وهو آخر درس من دروس وحدتنا. طبعا عنوان درسنا لهذا اليوم التجارة والتنمية في الوطن العربي. إذن سوف نتكلم عن التجارة والتنمية في الوطن العربي، وهو آخر درس من دروس وحدتنا. إذا نحن هنا في الدرس الأخير، يكون كم أخذنا كم درس؟ إذا اليوم إن شاء الله خلصنا هذا الدرس يكون أخذنا 8 دروس، 8 دروس تكون خاصة نحن عنا الوحدة هذه الوحدة الثانية. ماذا سوف نتعلم من درس اليوم؟ أن أحلل سمات التجارة، أي صفات التجارة في الوطن العربي. ثانيا أن أصنف معوقات التجارة العربية، ما هي المشاكل العوائق التي تواجه التجارة العربية. أخيرا أن أستنتج تحديات التنمية في الوطن العربي، ما الذي يقف في وجه التنمية في الدول العربية. إذا هذه الأمور إن شاء الله سوف نتعلمها في هذا الدرس. طلابي، إذا نحن بدرس التجارة، ما المقصود بالتجارة؟ من يعرف لي التجارة بشكل عام؟ تبادل البضائع بين دولة ودولة أو منطقة ومنطقة. أحسنت، إذن هي عملية تبادل البضائع بين منطقة وأخرى. في هذه المنطقة توجد سلع وبضائع لا توجد في منطقة أخرى، يتم عملية تبادل. عملية التبادل ما بين منطقة أخرى أسميها تجارة. تمام؟ طبعا التجارة قد تتم ضمن منطقة جغرافية ضيقة. طبعا عملية التبادل تكون في منطقة نسميها السوق، نسميها السوق، أو تكون تجارة خارج حدود الدولة، فأقول عنها تجارة. ماذا أقول عنها؟ تجارة خارجية. أحسنتم، تجارة خارجية. إذن هذا هو المقصود بالتجارة. تحية، تكامل، المقصود بالتكامل، تعاون، في فرق بين التكامل والتعاون، وتحديات. إذن هذه هي كلمات المفتاحية. إذن تكامل، تعاون، وتحديات. هدفي الأول، إذن أنا أحلل سمات التجارة في الوطن العربي. إذن ما هي صفات وسمات التجارة في الوطن العربي؟ طبعا يعد النشاط التجاري في الوطن العربي احد محاور القوى السياسيه. اذا يعتبر النشاط الاقتصادي او النشاط التجاري بشكل خاص يعتبر احد محاور القوى السياسيه لدول الوطن العربي لعده اسباب. ما هي الاسباب التي جعلت النشاط التجاري يعتبر من اهم محاور القوى السياسيه في الوطن العربي؟ في عندي أولا هو ثمرة التفاعل، نتاج التفاعل ما بين هبات الموضع. يعني بنعرف أن الوطن العربي يتميز من موقع جغرافي هام، هذا الموقع له أهمية من الناحية الاقتصادية، من الناحية التجارية، من الناحية السياسية. فهذا الموقع كان نتاج التفاعل التام بين هبات الموضع وعائدات الموقع. إذا فهذه أول أهمية للنشاط التجاري. ثانيا يعتبر النشاط التجاري يعتبر حجر الزاوية في القدرة الاقتصادية العربية. إذا يعتبر حجر الزاوية، يعني ذو مكان هام لدى القدرة الاقتصادية لدول الوطن العربي. أخيرا يعتبر النشاط التجاري وسيلة من الوسائل المهمة لتحقيق التنمية. نحن صنفنا طلاب الأنشطة الاقتصادية، أنشطة اقتصادية أولية تشمل قلنا الزراعة والثروة الحيوانية، أنشطة اقتصادية ثانوية هي الصناعة، وقلنا الأنشطة الاقتصادية الثالثية يعني تحتل المرتبة الأعلى، وقلنا تشمل التجارة والخدمات. إذا فالنشاط التجاري يعتبر وسيلة مهمة في وسائل التنمية، وكثير من الدول في العالم تقاس تطورها وتقدمها على أساس إما الصناعة أو على أساس التبادل التجاري.
مثلا نقول التبادل التجاري، بلغ التبادل التجاري مثلا بين سوريا وتركيا 10 مليارات دولار. إذا كان الرقم كبير معناته ماذا يدل؟ يدل على أن هذه الدولة قوية. أما إذا كان التبادل التجاري قليل معناته نقول احنا دولة متخلفة أو ضعيفة، أليس كذلك؟ نعم. أو نامية؟ نعم أستاذ. نعم نامي، أحسنت. إذا هذه يعتبر أو يعد النشاط التجاري أحد أهم محاور القوى السياسية لدى دول الوطن العربي. إذا التفاعل التام بين عائدات الموقع وهبات الموضع. ثانيا يشكل حجر الزاوية، وهو أحد الوسائل المهمة لتحقيق التنمية والتقدم. إذا هام جدا، هذا يعتبر تعليل هام جدا. أولا سوف نتكلم عن أهمية التجارة في الوطن العربي. ما هي أهمية التجارة؟ طبعا المقصود بالتجارة في عندي تبادل، إما أصدر أو ماذا؟ أستقبل. أستورد. أستورد أستاذ. أحسنتم. إذا عندي أستورد يعني آتي بشيء لا يوجد عندي، أجلبه من منطقة أخرى، وإذا كانت دولة أستورده من الخارج. فإذا أقول إذن فالتجارة هي عملية تبادل ما بين الصادرات والواردات. طبعا فالصادرات هي المهمة، هي مقياس القوة. فالصادرات تساهم في تنمية الدخل القومي، في تأمين العملة الصعبة. لماذا؟ لأنها تعتبر انعكاس لاستغلال الموارد المتاحة، وتسهم في تصريف الفائض. لما ما بيكون عندي صادرات، ما كان عندي هذا الصادرات، بيصير عندي كساد في البضاعة، وبالتالي تنخفض قيمتها. لما بيكون أنا عندي سوق لتصريف المنتجات أصدرها، بالتالي تزيد من عائدات الدخل القومي. الواردات وهي المعاكسة للصادرات توفر ما ينقصني. شو بينقصني أنا؟ أقوم باستيرادي من الخارج، وبالتالي من أجل تنمية ماذا؟ الصناعة مثلا أو الزراعة إلى آخره. فما استورده يساهم أو ينمي أو يوفر قاعدة للتنمية الاقتصادية. كذلك من أهمية التجارة في عند التجارة، للتجارة والنمو الاقتصادي العلاقة بينهما هي علاقة متكاملة، علاقة عضوية إذا نحن نسميها. فهذه هي أهمية التجارة في الوطن العربي. طبعا التجارة بشكل عام تتصف في الوطن العربي بأنها مرتبطة ارتباطا كاملا بالدول الأجنبية. هامي جدا طلابي. إذا التجارة في الوطن العربي ماذا قلت؟ ترتبط ارتباطا بشكل عام مع الدول الأجنبية. أما التجارة طبعا بالنسبة هذه للتجارة الخارجية. بالنسبة للتجارة الداخلية في الوطن العربي، فالتجارة بين دول الوطن العربي التجارة ما زالت ضعيفة. تمام طلابي؟ تمام تمام. نعم اقرأي يا فاطمة. نعم. بما تفسر، يعتبر النشاط الاقتصادي أحد محاور القوة السياسية لدول الوطن العربي، لأنه ثمرة من ثمار التفاعل التام بين عائدات الموقع وهبات الوضع. يشكل حجر الزاوية في القدرة الاقتصادية العربية المأمولة، وهو إحدى الوسائل المهمة لتحقيق التنمية والتقدم. أهمية التجارة العربية، تعد العلاقة بين حجم التجارة والنمو الاقتصادي علاقة عضوية. فالصادرات تسهم بتنمية الدخل القومي لكونها انعكاسا لاستغلال الموارد المتاحة ولتصريف فائض الانتاج. أما الواردات فإنها توفر المتطلبات السلعية والخدمية التي تعد قاعدة التنمية الاقتصادية. تتصف التجارة العربية عموما بأنها مرتبطة بشكل كبير بالدول الأجنبية، ونلاحظ أن التجارة الداخلية ضعيفة. إذن نلاحظ أن التجارة الداخلية بين الدول العربية ماذا يا طلابي؟ ضعيفة. ضعيف. نعم. إذن هذه هي أهمية التجارة في الوطن العربي.